انا موظف غلبان مش زيك يا ابو اردان. اخره اللعبه مع الكبار ايه؟ تعال نشوف اهو. يا استاذ ولا ايه يا جدعان؟ يلا يا بيه، يلا يا بيه تعالى بسرعه. ازيك يا استاذ نور؟ انت مالك بردان ولا ايه؟ لا ابدا، بس زي مرتبك شويه. بس مرتبك من ايه؟ لا انت هتشتغل دلوقتي، مفيش ارتباك. انت دورك ممثل اجنبي كويس، اتعلمت اللغه العربيه، جيت حصل الناس خطفوا الولد منك، فانت بتجيد رايح للاستاذ بتقول له انا موظف غلبان، انا مش ابو اردان. بالانجليزي اقولها ازاي بقى؟ انا موظف غلبان. انا موظف غلبان مش ابو اردان. مش ابو اردان، انا موظف غلبان مش ابو اردان. وهتقوم جاري على ايه؟ هنا اهو، هتقف هنا على الباشا هنا اهو. ده الباشا. بس طبعا انت مش هتقول له باشا. انت هتقول له يا باسا. يا باسا، واخد بالك؟ ماشي. هتقف هنا اهو وهتقول له يا باسا انا موظف غلبان موس ابو اردان. ماشي، يلا قول كده. يا بس انا موظف غلبان موس ابو اردان. هيعصل ايه؟ هيقوم عامل بصباعه كده اهو. هيجوا الاساتذه هيمسكوك هياكلوك علقه موت. طحن ولا ايه؟ طحن. طب وانا هستحمل زي اللي حصل من شويه؟ بس هو ما استحملش. طب ما انا ما استحملش انا التاني. لا انت هتستحمل، ده انت عصب. اجنبي ده. انت اجنبي يام. انت عصب 100 100. بص يا عم، بص، شد ايدك. بسم الله، ده انت جامد جدا يا عم. جامد مين يا عم؟ ده دراع بس. لا لا لا، بيتهيألك. تعال، مش هينفع في الدور خالص. شد العصب ورينا كده. شايف؟ مش ده بس على النبي يعني ياكلني. لا مش هياكلك، هو هيضربك. طب هيضربني يعني؟ هيكسر لك مناخيرك من هنا. كسر لي مناخيري؟ عادي، بس في يد. هيقوم تك بس في يد. لا يا عم، هنا في الحته دي. انت اجنبي ما بت... يا عم اجنبي انا. انت ما بتشوفش فان دام بيمسكوه يقطعوه ويعموه؟ لا لا، طب المشهد ده انا جاي مشهد امثل المشهد عادي، هنضرب كمان فيه؟ مستعد امشي يا عم؟ انا مش عايز اي حاجه خالص. لا بالعكس، طالما جيت ولبست وجاهز خلاص. ما انا مش جاهز اموت انا عشان جاهز. مش هتموت انت، مش هتموت يا عم. انا بص، انا هروح للراجل اللي جايبنا واقول له على الشغلانه دي. اسمع بس. نور هو ما بيعرفش يضرب. هو ما بيعرفش يضرب يا عم. ما اعرفش يضرب ازاي؟ ما هو يا عم جاي اهو. ايه ده؟ مش هو 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 ده؟ ده 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 هو ده. بص يا عم، احنا بنهزر معاك، عملنا فيك فيلم. عملنا فيك فيلم كومبارس. ولا تو يا عم؟ تو 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 تو. في مناخيره. اديني بطنه. انت حافظ؟ هتقول ايه؟ انا راجل مش غلبان. انا لا، انا راجل غلبان مش زيك يا ابو اردان. انا راجل غلبان مش زيك يا ابو اردان. انا راجل غلبان مش زيك يا ابو اردان. اضربوني كده بجد. والله يا امشي امشي. سيبك منه عادي عادي، اصل هما ايديهم تقيله شويه. بص انا لازم اكون صريح معاك، انت هتضرب بمنتهى العنف وبجد. ليه؟ عشان لما تصرخ، لو انا قلت لك اصرخ دلوقتي اصرخ، قول دي صرخه. انما بقى لو واحد راح مديلك واحده في وشك هتصرخ ازاي؟ طب ما هتعورني والجماعه يقولوا لي ايه في السكن؟ صرخه طبيعيه. لا طب ما هم يعوروني. هيقولوا لك نجم حسن حسني. لا نجم ايه يا عم؟ الاسعاف جت؟ جت بس. يلا يا حسن امضي لي هنا. انا فرضنا اتعورت انا. انا ما امضيش وبس. فرضنا ليه؟ ما انت هتتعور. طب وايه الفايده اتعور؟ الفايده ان الفيلم الشوت يطلع مظبوط. انا ما بضحكش على الناس، ما بعملش بقى اكشن اوانطه، لا ده احنا بنعمل اكشن بحقه حقيقي. تعالى كده لو سمحت. تقدر تشيله؟ ده؟ لا ما اقدر. بص انت ممكن تقف كده وتقوم ماسكه من الحزام رافعه كده وتعمل كده وتقوم منزله في الارض.
واقعيه. ليه؟ طول ما انت بتشد هتعمل هتعمل كده بحاجه حقيقي. ده صعب عليك؟ طب لو سمحت بعد اذن حضرتك ورا. اتفضل يا باشا. وده برضه. لا ده اقل شويه بقى. اهو. امسكه كده من دراعاته كده اهو، امسكه كده اهو وتقوم رافعه لفوق. جامد لفوق. يلا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حسن. ارفع. مش هقدر شيء. ازاي؟ حاول. طب هو يشيلك؟ طب ما هو هيشيلني ده بقى اقل سرعة. هيشيلني هو. طب حاول تضربه بنية في صدره. ايه ده؟ امال ايه؟ انت ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ هتضربه قوي يعني؟ ايوه تضربه ضربة ايه؟ تعمل كده و... عشان ايه؟ بص انا ليه عايزك تضربه جامد؟ عشان لما اقول له تعالى بقى مثل المشهد. طب ما اسمعني هيكون هو موجود. مغلول مني. برافو عليك. طب ما هيكسرني يعني. ده اللي انا عايزه. اصوره وابقى نجحت في الفيلم بتاعي. وانا اموت بعد كده. مش مشكلة. طب اعمل ايه؟ اللي تعمله انت. طيب تتضرب طلقة في صدرك وتخلص او في كتفك هنا كده ونلحقك. طب ما تطير الرصاص، احنا عارفين احنا رصاص. طب اضرب طلقة كده في الهواء. ايه رأيك؟ تمام؟ ايه في ايه؟ مالك مستغرب من ايه؟ مالك؟ ماليش. طب تعال اقف، احنا مش بنتكلم مع بعض. بس. خلاص؟ ايوه خلاص. يلا هتروح للاستاذ. مفيش اي حاجة، ده مقلب يا معلم. وهنشوفك في رمضان معانا ان شاء الله في برنامج كومبارس ولكن تو. كومبارس تو. كومبارس ولكن تو. جاردات. انا موظف غلبان. انا مش زيك يا ابو اردان. انا موظف غلبان مش زيك يا ابو اردان. انا موظف غلبان مش زيك يا ابو اردان. جميل. وهتقوم رايح على هنا في الحته دي كده كويس. هتتكلم الباشا. تمام. انت المفروض ان هو انت خاطف منه عيل. كويس. كويس. معايا ولا لا؟ معاك. هيقوم عامل لك ايه؟ ثلاث مرات. هتلاقي البشوات راحوا داخلين علي. عليك. هما نجري ولا اعمل ايه بقى؟ لا. انت هتتضرب بحاجه حقيقي بعد دي. تمام. معايا. معاك. بص ركزوا معايا، المناخير دي انا عايزها تتكسر. تمام. ولو معاك الطبانجه بالحديده تقوم ضربها له هنا في الحته دي. ما تدخلهاش في عينه. لا اي تعورات. لا لا ما هو لازم تتضرب بحاجه حقيقي. بلاش حضرتك. ازاي؟ لا اي تعورات. لا ليه بقى كده؟ لا اي تعورات. لا ما انا عايز واقعيه. لا انا اعرف ده تمثيل، بمثل ممكن فيه دم، في اي حاجه بتتعمل، انما ضرب كده عمري ما شفته. لو انا قلت لك تعالى يا بيه تعال، شايف ده اهو؟ شايف. شيله. مين انا؟ لا انا مش هشيله طبعا. ليه؟ بصراحه النبي يعني اشيل ايه؟ عليه الصلاه والسلام. هو يشيلني ماشي بس انا مش هشيله. خلاص بلاش. تعالى يا بيه ده اصغر شويه اهو. ايه رايك؟ تقدر تشيل ده طبعا. لا لا مش هينفع. مفيش وقت. مفيش وقت. لا 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 لا. ضرب بحاجه حقيقي تدخل في بالبنيه في مناخيره تدغدغها له. يلا قبل ما الشمس تقع. يلا كلاك. ثواني مش هعمل حاجه. يلا انا مش هعمل حاجه غير. لا ازاي؟ اهدى عليا بس. ما ينفعش ان انا اخلي نفسي اتضرب. ما ينفعش اتضرب. يلا يا روميو كلاك. ثواني اسمعني اسمعني. خش كلاك. كلاكات. ستاند باي بالضرب. ستاند باي بالضرب. وصل غلبان. لا مش هقول. انا مش هقول. يلا يا روميو. وصل غلبان اول مره. يلا ضرب. لا قدام بقى وعايز بالركب وفي في الدماغ يكسروا له مناخيره. انت بتضرب لي ليه؟ سيبوه سيبوه سيبوه. مش ده. لا لا مش هو مش هو مش هو مش هو. مفيش حاجة يا عم، احنا عملنا فيك مقلب. ما عملنا فيك مقلب. كومبارس ولكن تو. كومبارس تو. كومبارس ولكن تو يا عم.